ابتسم عندما تجلس مع عائلتك، فهناك من يتمنى عائلة. ابتسم عندما تذهب إلى عملك، فالكثير ما زال يبحث عن وظيفة. ابتسم لأنك بصحة وعافية، فهناك من المرضى من يتمنى أن يشتريها بأغلى الأثمان. ابتسم لأنك حي ترزق، فالأموات يتمنون الحياة ليعملوا صالحا. ابتسم لأن لك ربا تدعوه وتعبده، فغيرك يسجد للبقر. ابتسم لأنك أنت هو أنت، وغيرك يتمنى أن يكون أنت. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.